جهاز العرض البصري او الكاميرا الوثائقيه الفيجواليزر هو جهاز الكتروني يستخدم لعرض الصور والنصوص والرسومات المتقنه والشفافه والعرض المجسمات الاجسام ذات ثلاث الابعاد وعرض الشفافيات والافلام الثابته والشرائح المجهريه بصوره مكبره. ويعتمد في فكره عمله على تثبيت كاميرا رقميه ذات دقه وتباين عالي جدا لعرضها على الجمهور المتعلمين او على مجموع الطلبه بعد تفصيل جهاز الفيجواليزر بجهاز LCD بروجيكتور من خلال كابل VGA.